على مشاهدينا الكرام من اسطنبول عبر الانترنت الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم. مرحبا بك سيد عز الدين. اذا تزداد الاوضاع سوءا يوما بعد يوم في غزه التي تغرق بين وحشيه الاحتلال والحصار. ما قراءتك لهذه الغارات الصهيونيه على غزه امس؟ يعني هذه الغارات تاتي استمرار للعدوان، العدوان الاسرائيلي على غزه مستمر منذ 13 عاما لم ينقطع. لا شك هناك موجات وحروب عده خاضتها غزه ضد الاحتلال، لكن العدوان بمفهومه الواسع مستمر مع استمرار هذا الحصار المتواصل منذ 13 عاما وللاسف الذي تشترك فيه الرسميه العربيه. الجوله الاخيره من التصعيد هو ياتي تتويج ل يعني موجه من التسخين والتهديدات التي يعني اطلقها قاده الاحتلال في الفتره الاخيره ضد قطاع غزه. واضح ان الاحتلال يحاول اختبار مدى جاهزيه المقاومه في حال اندلعت حرب قادمه او حرب وشيكه، من باب يعني ان يكون الاحتلال على علم وعلى درايه بما هذا مرجح يعني اندلاع حرب وشيكه؟ يعني في المعطيات الحاليه لا افترض او لا اتوقع ان يكون هناك حرب شامله، ربما يحدث في الفتره القادمه موجه تصعيد، لكن لا اتوقع ان يتطور الوضع لحرب شامله كما حصل في الحروب الثلاث الماضيه، لكن في النهايه نحن هذا نتعامل مع احتلال، هذا الاحتلال لا يردعه رادع، هذا الاحتلال لا يعترف لا بقوانين، لا يعترف باعراف دوليه، فبالتالي متوقع منه اي شيء. ولكن في ظل الظروف الحاليه اعتقد ان الاحتلال ربما يستخدم التصعيد في المقام الاول من باب اوراق ضغط داخليه في ظل ما تعانيه حكومه نتنياهو من ضغوطات داخليه، وتحديدا فيما يتعلق بملف الفساد الذي يواجهه والتحقيقات الذي يخضع لها في الفتره الاخيره، فبالتالي حكومه الاتحاد تحاول ان تصدر ازمتها من خلال الحلقه الاضعف للاسف وهي غزه المحاصره المنهكه بهذا الحصار، لكن على المدى البعيد لا اتوقع ان تلجا الاحتلال لحرب شامله في ظل المعطيات الحاليه. الا تتحمل القياده في غزه جزءا من المسؤوليه عن ذلك الحصار لرفضها التواصل من اجل فكه؟ القيادة السياسية في غزة الآن هي اللي يفترض بحسب الاتفاق المصالحة الأخير هي لحكومة الوفاق التي يعني يرأسها رامي الحمد الله والتي تتبع للسلطة الفلسطينية برأس محمود عباس. حماس والمقاومة الفلسطينية حاليا هي لا تدير القطاع، من يدير القطاع بشكل فعلي هي الحكومة، هي السلطة الفلسطينية التي يجب فعلا أن تتواصل مع الأطراف التي تمتلك معها أوراق ضغط أوراق اتصال لفكفكة هذا الحصار للتخفيف من آثاره، لكن للأسف نحن أمام سلطة للأسف حتى الآن تشترك في هذا الحصار من خلال رفضها رفع العقوبات التي فرضت على القطاع في الفترة الأخيرة. نحن أمام سلطة لم تتخذ أي خطوة حقيقية وجادة لفكفكة هذا الحصار ولمحاولة ردع الاحتلال أو على الأقل يعني اتخاذ مواقف مع الدول ومع المجتمع الدولي لعرقلة أو فرملة أي عدوان أو أي تصعيد إسرائيلي قادم. بيان حركة حماس حمل المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الحصار وما وصفها يعني بالغطرسة الأمريكية، كيف تقرأ هذا التصريح وسط تزايد هذه التحرشات إنجاز التعبير أو الاستفزازات الصهيونية؟ يعني هذا واضح من خلال أن الإدارة الأمريكية هي التي توفر لها الغطاء السياسي والغطاء العسكري لهذا العدو لممارسة عدوانه. الإدارة الأمريكية الحالية التي تتصف بأنها الأشد يمينية والأشد تطرفا تجاه القضية الفلسطينية هي التي تعطي هذا الاحتلال وهذه الحكومة اليمينية الضوء الأخضر لممارسة مزيد من العنف والمزيد ممارسة مزيد من البطش بالمدنيين والمحاصرين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية على 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 يعني في الجانب الآخر، فبالتالي الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية نعم هي مسؤولة عن هذا العدوان المستمر من خلال ما تمنحه من ضوء أخضر ومن يعني غطاء سياسي وغطاء عسكري لحكومة نتنياهو يعني تصعيد عدوانه وتصعيد غطرسته ضد غزة وضد الضفة الغربية. هل من الممكن أن يتطور هذا التصعيد، من الممكن أن يكون مقدمة لاجتياح مثلا لاحتلال قطاع غزة خصوصا مع الحديث عن قرب دخول صفقة ما يسمى صفقة القرن حيز التنفيذ؟ يعني قطاع غزة يعني خاض ثلاث حروب ضخمة جدا وثبت وصبر وصمد أمام هذه الحروب الثلاث، فبالتالي حسابات الاحتلال خاصة بعد الجولة الأخيرة وما تعرضت له الاحتلال أمس
من يعني تصدي من مضادات المقاومة. واضح أن الاحتلال سيحسب 1000 حساب قبل الإقدام على خطوة من هذا القبيل. الاحتلال الذي خاض قبل سنوات حرب طاحنة خرج يعني منها بدون تحقيق أي من الأهداف التي وضعها في بداية العملية العسكرية التي كانت قبل 3 سنوات على غزة، فبالتالي هو سيفكر 1000 مرة قبل الإقدام على اجتياح أو على حرب شاملة، خاصة أن الظروف الدولية حتى الآن ربما لا تسمح للاحتلال باتخاذ هذا الموقف في ظل ما يعني يسمى بجبهة الشمال أو يعني الحرب مع حزب الله في حال يعني تطورت الأمور على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. مباشرة من اسطنبول عبر الانترنت سيد عز الدين إبراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.